صبحكم الله بالخير ويقول الخير مرة ثانية. ما زلنا تاريخ 5/25/23 وما زلنا في الملكة سويسرا، وهذه هي البحيرة السوداء. تقدرون تونها من انترلاكن وترجعون، فيها نشاطات وفي منك شلال إن شاء الله. أنا بحاول أوصلها إن قدرت، لأن اليوم مزدحم عندي. هذه زحليقة فيها جميلة جدا، اليوم يسوون نشاطات حق الأطفال. هذا مطعم جميل وكبير، موقف السيارات خلفه، البحيرة السوداء سويسرا. لما تشوف مثل هالمناظر في سويسرا يا إخواني، أي منظر تشوفه لازم نظر مع شعور، لازم تستشعر اللي تشوفه، لأنك ما بتشوف مثل هالمناظر في دولة ثانية إلا النمسا بهالجمال هذا. البحيرة السوداء، ما زلنا في البحيرة السوداء، واليوم السبت 5/5/2023. هذا كأن حوت قايص. هذه البحيرة السوداء في سويسرا، تقدرون تونها من انترلاكن وترجعون. فيها هذه الزحليقة الحلوة، فيها زحليقة، مطعم كبير. تقدرونها من زيورخ، من هني منطقة الزحليقة، بس طبعا تاريخ 18 بتفتح الزحليقة، لأن هني في سويسرا تلقى بعض الأماكن 15 18 20 لين نهاية 9. الحين حاليا مسكرة، اليوم نحن تاريخ 5، باقي تقريبا أسبوعين وبتفتح. حياكم الله وبياكم. هذا الشلال قريب من البحيرة السوداء في سويسرا. الحين حاليا في يعني أضعف حالاته، لما تكون أمطار وكون ذوبان ثلوج رهيب رهيب. وإذا وقت الحر تقدرون تسبحون. ما زلنا في الملكة سويسرا، جلسات هني كذلك، تبغي تجلس قهوة. خمسة 5/5/2023، درجة حرارة 14، اليوم السبت طبعا. نواصل تصويرنا. شلال جميل حليو، يا ليته بس قوي. حياكم الله وبياكم مرة ثانية. ما زلنا تاريخ 5/5/2023، وما زلنا في سويسرا وقريب من العاصمة بيرن. هذه مدينة سلوتر. أنا متجه ناحية التلفريك، قلت بصور هالطاحونة. من الأشياء المميزة في هالمدينة هذه الكنيسة، تميز بها الطاحونة هذه. المياه كل مكان في هالبلاد، كل مكان هالمياه جارية.
حياكم الله وبياك مرة ثانية. هذه قمة سيلبان للارتفاع 1280، أنا أقول 1300 كيلو، بناخذ أطلال على المدينة. يلا وراي واحد واحد. التذكرة بثلاثين فرنك رايح جاي. سيلا الكبير طبعا. هني القمة، لكن القمة فيها ممكن توصلها السيارات. أنا لاحظت فنادق ودنيا وسيارة، موقف سيارات هناك. ألوانهم محلات جايبينهم وين يبينهم. شوفوا بالله عليكم وين مودينهم التلفريك. اسمع صوتهم. هذه المحطة الأخيرة. هذه الالتقاطة، لكن ظهرنا بعيد عليكم. واصل تصويرنا من هنا. أنا أشوف اللقطة حلوة، لكن مبين عليها غيم عندكم، مو بتبين واضحة. حاليا ننزل من التلفريك الى الارض، وهذا هني المنظر انا اشوفه احلى عن فوق. ما ادري بكم تشوفون انت صافي ولا طلع. طبعا للعلم هالغمة توصل السيارات، انا شفت فوق سيارات ودراجات. ما زلنا 5/5/2023، اليوم السبت، درجة الحرارة 14. هذه بلدة مدينة سلوترن السويسرية، طبعا القريبة من العاصمة بيرن. مساكم الله بالخير يا ايها الخير. وصلت الساعة الثانية بعد الظهر، ما زلنا في سويسرا الملكة سويسرا، وهذه مدينة سلوترن شمال شرق العاصمة بيرن. مدينة قديمة جدا، مو بجدا، لكن نقدر نقول في بداية القرن 19، القرن الماضي، سنة 1918 تم بناءها. اللي عمره من القرن 19 والثامن عشر يسمى القديم الجديد، هذا المسمى. طبعا السوبر ماركت هذا مركز من نور في سويسرا، تلقاه في كل مدينة. أنا يعجبني المطعم اللي فيه البوفيه مالهم. نواصل تصويرنا.
برج الساعة والفرسان اللي فوق يتحركون كل ساعة يتحركون شبيهة شوية تقدر تقول بير مصقرة. سلاوتر سويسرا 6/25/23 السبت درجة الحرارة وصلت 21. تخبلوا الجماعة بيسبحون. دائما الكاتدرائيات في المدن تكون بارز في مكان، يعني في مكان يختارون لها أماكن تكون مميزة وبارز الكل يشوفها من بعيد. دائما مثل ما أقول لكم اتبعوا طريقة الجيت لوست أو ضيع نفسك في أي مدينة أتيها سواء كانت كبيرة ولا متوسطة، لازم تضيع نفسك. مثل ما أقول لكم يا إخوان دائما خل عندك هالقاعدة في السفر إذا كنت من هواة السفر والتنقل والاستكشافات. أما الإنسان اللي يعني عشان نايم لا ليش شل القاعدة هاي، لازم تضيع نفسك يوم في أي مدينة يسار تدخل السكة هاي تدخل السكة هاي، لازم تسوي هالقاعدة هاي قلت لوست ضيع نفسك. أنا ماشي على هالقاعدة من سنين أكثر عن 10 سنوات. نواصل سيرنا. المدينة متوسطة إلى كبيرة. هذا نهر الآر، طبعا قلت لكم هذا ينبع من شرق انترلاكن وينتهي في نهر الراين، يعتبر رافد مهم لنهر الراين. نواصل طبعا طول النهر 288 كيلومتر، مياه غزيرة ينبع من سويسرا وينتهي في سويسرا. نواصل تصويرنا. صبحكم الله بالخير ويوه الخير على وشك مغادرة الملكة سويسرا. هذا السوق، هاي السوق الحرة في مطار زيورخ كلوتن. زيورخ اسمهم اسم المطار طبعا مطار زيورخ كلوتن نسبة إلى أنه واقع في مدينة كلوتن هني اللي فيها المطار. يميزون دائما يميزون المطارات برمز اسم مدينة ولا اسم نهر ولا اسم شيء جنبي، يعني عشان الناس تعرفه، لأن أغلب المدن الأوروبية فيها مطارين وفيها ثلاثة، فدائما يتميز المطار برمز. فأخواني عموما هذه السوق الحرة في مطار زيورخ، بس في تنبيه يعني إذا كنت أنت يعني مسافر لا تنسى عمرك في السوق الحرة، لأن وراك بعد ختم خروج ومترو إلى الطيارة. خلوا بالكم من تطيحون في هالمقلب هذا. في ناس ينسون عمارهم يروحون قبل نص ساعة يروح بياخذ المترو ويتفاجئ أن فيه ختم خروج وبي. نصور زيادة مطار زيورخ. طبعا هني في صالات مال بزنس وصالات تدخلها بالبطائق،
وكذلك بعد التشيك بعض الختم الخروج وانت رايح الصالة، رايح قبل المطار هناك في الصالة هذيك اللي فيها الطيارات، بعد كذلك فيه صالات هني. بس في مطعم مميز، مطعم كبير، مطعم مارش في المطار هني، ففي مال الذوى طاب. هذا مطعم مارش وبعد برجر كينج، بس هذا المطعم في يعني مطعم كبير جدا في المطار. هذا مطعم مارش بوفيه، خذ اللي تبغي وحاسب وتوكل على الله، كله توكل على الله. في مطعم مارش اخواني هذا في المطار، في مطار زيورخ، مطعم كبير بوفيه كبير جدا. اذا ما تبغي تروح صالة البزنس ولا الصالات اللي فيها بطاقات البنوك، تبغي تاكل هني عندك، شوف اللي تبغي اللي يعجبك، لان عندهم خيارات متنوعة في هالمطعم، مطعم مارش. ناخذ نظرة شوية، طغاطة ثانية على المطار. هني في اخر المطار على اليسار صالات البزنس، وكذلك في صالات هناك في الصالة الثانية قبل ركوب الطيارة. الأناقة والجمال السويسري، هذه الشركة يا إخواني تابعة للطيران السويسري، مثل ما تقولون يعني فلاي دبي مع الإمارات، هاي نفس الشيء. إدويس مكملة في بعض المحطات اللي ما توصلها لسويسرير توصلها الطيارة هاي. أنا استخدمتها، طرت عليها من بيرغن، مطار بيرغن في النرويج، إلى 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 زيورخ، إلى هنيه. هاي ساحة المطار، التقاطات مرة ثانية مثل ما أقول لكم يا إخواني، هذه إدويس، هذه تحت جناح الطيران السويسري ومكملة للطيران السويسري، يعني شركة سويسرية لكن باسم ثاني. وهذه أنا استخدمتها من مطار النرويج بيرغن إلى هني إلى زيورخ. هاي ساحة المطار، يعني تحت لواء الطيران السويسري، مكمل لبعض المحطات اللي ما توصلها الطيران السويسري توصلها هاي الطيارة. هاي نواصل، صبحكم الله بالخير مرة ثانية. هذه صالة مرحبا أو اسباير اللي فيه مبنائي قبل ركوب الطيارة. صالة هني أكبر من الصالة اللي دخلناها هناك في المبنى الرئيسي. طبعا تدخلونها بطاقات البنوك أو إذا عندك بزنس كلاس على بعض الطيران. أنا دخلتها بطاقات البنك، أقدر أدخل ضيف معاي مجاني، كذلك الدخول مجاني، زائد إذا عندك ضيف ثالث تدفع 50%. بطاقات البنوك تنفع في اللي سافر كثير مثلي أنا، تنفع له. هاي الصالات أدخلها مجاني بشكل مجاني، وأدخل ضيف بمجاني وزائد ثالث 50%. مثل ما أقول لكم تقدرون تجلسون هني خارجي، فيها بلكونة في الخارج وتشاهد الطيارات. هني جلسة، جلسات حلوة وتشاهد المنظر، خاصة إذا كنت تدخن. هني جلسة في البلكونة بالكوفي مالك وتستمتع بالطيران، شيء طاير وشيء حال. هاي الجلسة الخارجية طبعاً.